فاضل 3 شهور على نهاية السنة، ايه رأيك ننوي نية انا وانت كده لو في حاجات ما نجحناش فيها خلال الفترة دي نركز قوي ال3 شهور؟ وانا مركزة قوي ال3 شهور دول لان انا عاملة تحدي خاص بمرضى السكري عشان اساعد 150 بني ادم ينضموا لنجاحات ناس كتيرة اتخلصت من السكر النوع التاني. انت حاجة من 3، يا اما انت متابعني بقالك سنين وعارف المحتوى بتاعي كويس قوي وقدرت تتخلص من السكر النوع التاني فبقول لك برافو عليك، يا اما انت برضه متابعني بقالك سنين بس لا ما كانش ينفع ان انت تتابع القناة بس فحجزت معايا وعرفت تتخلص من السكر من النوع التاني، او انت اول مره تسمعنا او شفت ان فيديوهات كتير قوي انا هسمع ايه ولا ايه ومحتاجه يا جماعه تخلص من السكر من النوع التاني بس انا مش عارف اعمل ايه. فهنا بقى انا عامله لكم التحدي اللي لو انت فعلا لسه لحد دلوقتي ما تخلصتش منه يبقى التحدي ده ليك، اما لو انت من الناس اللي نجحت لوحدك او نجحت من خلال اشتراكك معانا فاذا التحدي ده لو انت عايز تخش تزود المعرفه اللي عندك وتاخد بقى دورات كتيره جدا هتفيدك كتير يبقى اهلا بيك، ولكن لو انت لسه ما تخلصتش يبقى لازم يا فندم تنضم للتحدي ده لان ده فرصه قويه جدا ما تضيعهاش من فضلك، لان تكلفه الدوره بسيطة جدا، خلي بالك اسأل على الخصم اللي موجود وبس، كل اللي عليك ان انت تجهز نفسك للتحدي. جاهز تبدأ معانا؟